Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-puan, sama-sama kita mulakan live kita dengan bacaan selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدادي كل ما لوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعداد كل ما نوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
تمان على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتنقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما نوم لك. InsyaAllah tuan-tuan, sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-puan, apa khabar? Semoga semuanya, kita semua berada dalam keadaan sihat di samping keluarga-keluarga yang tercinta insya-Allah. Tuan-puan, selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kira sangat terbaik, paling terbaik kerana sentiasa istiqamah bersama dengan sopan untuk program tadarus kita. Jadi tuan-puan, bersama dengan saya Ustaz Amir untuk sesi kali ini insya-Allah. Jadi tuan-puan, kita akan sambung bacaan kita selepas ada masalah sikit tadi dengan Ustaz Uzaifi. Jadi insya-Allah kita teruskan pada muka surat 285 hingga 290. Saya ulang, kita akan baca 285 hingga 290. Baik, alhamdulillah insya-Allah tuan-puan, kalau dah bersedia tuan-puan boleh komen sedia. Kalau tuan-puan dah sedia, kita akan mulakan tanpa membuang masa insya-Allah. Dah sedia ke? Okay. Selamat datang ada Puan Bert daripada Kota Kinabalu. Waalaikumsalam Puan Rasidah. Salam 12 Ramadan insya-Allah. Puan-puan, kalau saya ada masalah line ke tersekat ke, tuan-puan komen sahaja, ataupun ada tersilap baca, tuan-puan boleh komen juga ya. Sedia, sedia, baik, alhamdulillah ramai nampaknya dah bersedia. Baik tuan-puan, insya-Allah kita mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك رحمة من ربك ترجوها فقل لهم
فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
تَأْوِيلَا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. InsyaAllah. Tuan, kita masuk muka surat 286. Zalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ إِلَّا يُسَبِّحُ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أكنة أن يفقهوه أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون خلقا جديدا شلون سرعت 287 قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبهم
يعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Surat 288. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم
هم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Surat 289. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إن شاء الله surat terakhir surat 290. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن
قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Tuan-puan, tahniah. Saya ucapkan hari ini Allah SWT beri lagi keizinan kepada kita semua untuk kita membaca 5 muka surat lagi. Dan tuan-puan jangan lupa untuk slot yang seterusnya pada jam 2 pula nanti, insyaAllah. Tuan-puan, mudah-mudahan Allah SWT istiqamahkan kita dengan Al-Quran. Seperti biasa tuan-puan, setiap slot saya akan kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan puasa ini, ganjaran berpuasa. Baik tuan-puan, hadisnya berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya berbunyi tuan-puan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Yang pertama, kata Nabi SAW, ialah seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Kedua, seorang imam, yakni pemerintah yang adil. Dan yang ketiga, doa seorang yang dizalimi. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat doanya ke atas awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, pasti aku, yakni Allah, akan menolong kamu walaupun selepas beberapa ketika. Tuan-puan, daripada hadis ni kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa ni tuan-puan, tak ada hijab. Yang mana dalam berpuasa ni tuan-puan, rebutlah peluang-peluang di waktu-waktu yang mustajab berdoa. Antaranya apa tuan-puan? Sebelum kita berbuka. Yang mana sebelum berbuka ini, kita peruntukkan masa sedikit untuk kita berdoa. Mudah-mudahan bila kita peruntukkan masa ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan doa-doa kita semua. Jangan pernah kita berhenti berdoa. Kerana apa? Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa kita. Okay, kalau kita rasa doa kita tu tak dikabulkan, sebenarnya bukan tak dikabulkan tuan-puan, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan kemudian. Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan lebih baik. Kalau tidak pun, Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan di hari akhirat nanti. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat. Sekian sahaja untuk surat kita pada pagi ini, pada tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.